بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طلاب راح نتكلم عن البرمجة استخدام لغة الماتلاب. هاي المحاضرة اللي هي راح تشمل الماتلاب شرح عنه وكيفية إدخال الماتريكس والتعامل معها. الماتلاب هي لغة عالمية واختصار لكلمة ماتماتيك لابورتري، مختبر الحاسبات، المختبر الرياضيات. هاي اللغة هي لغة يستخدمها كل المهندسين. الهدف منها هو تمثيل أو حل أي معادلة رياضية أو تمثيل إيجاد الاستخدام البرمجة مالتها. عادة كثير من الأمور يستخدموها، ممكن استخدامها بمثمتك وإيجاد المعادلات مالت الحلول أو تطوير algorithms أو modeling أو simulation prototyping. طبعا هي هنا هي تخصنا كمهندسين، لأن أنت كمهندس تحتاج إلى محاكاة لشيء قبل ما تصنعه حتى نعرف نتائجه ونتعامل معه. الماتلاب يتكون من ثلاث نوافذ أساسية. النافذة الأولى هي نافذة الكوماند ويندو البرنامج، والنافذة الثانية تمثل ورك سبيس أو النتائج مالتي، والنافذة الثالثة اللي هي نافذة الهيستوري أو اللي هي بها أي شيء تكتبه بالنافذة الكوماند أو نافذة البرنامج لح يظهر بالهيستوري. حتى إحنا كمهندسين نتعامل مع شيء مهم، نتعامل مع الماتريكس، إنه كيف ندخل الداتا مالتنا. ندخل عن طريق الماتريكس. هاي الماتريكس هو من صفوف واعمدة زين، وحتى ندخل مثلا هاي المصفوفة سعدنا 4 في 4، 4 صفوف في 4 أعمدة. هنا هاي ال 16 و 3 و 2 و 13 هي تمثل الصف الأول زين، وال 5 وال 10 وال 11 وال 8 تمثل الصف الثاني، والتسعة والستة والسبعة والاثناعش تمثل الصف الثالث، والأربعة والخمستاعش والأربعة عشر والواحد مثل الصف الرابع زين. حتى ميز الصف الأول من الصف الثاني أوضع مثل ما موجود باللون الأحمر هاي الفارزة مقوطة، والصف الثاني على الثالث لازم فارزة مقوطة، والصف الثالث عن الرابع لازم فارزة مقوطة زين. وحتى أقول للماتلاب إنه هذا هو مصفوفة لازم تكون عندي قوسين، فمن نقول له انتر حيكون الاي اسم مصفوفة ودخلناها الصف الاول 16 و 3 و 2 13 وهكذا زين. احنا هنا حتى نتعامل ويا المصفوفة ممكن نجمع او نطرح عناصر هاي الارقام الموجودة بالمصفوفة زين. لو نجي نشوف الست هنا راح نشوف انه هنا اي دجمع نس رقم 2 بالصف الاول، ورقم 10 بالصف الثاني، ورقم 12 بالصف الثالث، ورقم 4 بالصف الرابع زين. شو اسوي؟ اولا هنا اي اللي هو اسم المصفوفه، وواحد يمثل الصف الاول، وثلاثة يمثل العمود الثالث واللي هو رقم 2. اي زائد اي 2 2 هنا هو رقم 10، والأي 3 4 هو 12، وأي 4 1 يمثل 4، مجموعهم راح يكون 28. يعني انت هنا تسوي أي افتح قوس 1.3 سد القوس زائد أي افتح قوس 2.2 سد القوس زائد أي إلى حد ما وصلت إلى هنا أي افتح قوس 4.1 سد القوس دوس انتر، هنا راح يطلع لك الأنسر 28 زين. ممكن هنا تفاصيل اخرى ممكن نستفاد من عندها، يعني مثلا انا هسه لو اريد اكتب من رقم 1 الى 10 اقدر استخدم النقطتين، فاكتب 1 نقطتين 10 ادوس انتر اللي حيطلع لي من 1 الى 10 والستيب مالتي هي 1. ممكن هنا اخذ من 1 الى 10 والستيب مالتي تكون 2 راح يكون 1 و3 و5 و7 و9. ممكن العكس، ممكن أنا هنا أبي تناقصي لكن يكون هنا الرقم المية هو الرقم الكبير والرقم الأخير هو يكون الرقم اللي ينتهي به، فالناقص 7 هو يبدي يطرح 100 ناقص 7 راح يطلع 93،
93 ناقص 7 وهكذا إلى حد ما يوصل إلى 50 أو ما يقترب من 50. زين، هاي المصفوفة مالتنا، وإحنا هنا أريد أتعامل ويا أظهر بس الصف الثاني. أول شيء اسم المصفوفة اسمها أي. زين، يا صف أريد رقم 2، حدد رقم 2. هاي النقطتين من تحطها هنا معناتها كل الأعمدة، فيظهر لي 5 والعشرة والدعش والثمانية. زين، أريد أظهر كل الصفوف، راح أخلي نقطتين حتمثلها كل الصفوف، ولكن يا عمود العمود الثالث حيكون 2 والدعش والسبعة والأربعتاعش. زين، لو ردت أني أخذ مو كل المصفوفة، أريد أخذ بس هالمربع الأحمر، لح أقول له أي هي اسم المصفوفة، واحد واثنين معناته الصف الأول والصف الثاني، والواحد وثلاثة هنا العمود الأول والعمود الثالث، من تجي تقاطعهم لح يطلع لي 16 وثلاثة واثنين والخمسة والعشرة والدعش. زين، ممكن طريقة أخرى، الصف الأول والصف الثاني والعمود الثاني اللي هو 3 والعشرة to end، يعني كل الأعمدة من العمود الثاني إلى النهاية، العمود الثالث والعمود الرابع، فلح يكون عندي 3 والعشرة والاثنين والعشرة والتلتاعش والثمانية. ممكن الصف الثاني الصف الثالث، يعني 5 والعشرة والدعش والثمانية والتسعة والستة والسبعة والاثناعش، والعمود الثالث الرابع حيظهر لي هنا. حتى لسه أنا اختاريت العناصر المتصلة بلوك، إذا استخرج أني بلوك مجموعة ماتريكس أصغر من ماتريكس كبيرة. زين، لو ردت هسه أني منفصلة، يعني مثل ما هنا أريد الصف الأول والصف الثالث، راح أخلي الصف الأول بالصف الثالث وكل الأعمدة، لكن حخلي بداخل الأقواس هذا القوسين، هذني الاقتباس لحد ما تقول لي انه الصفوف هنا منفصله، او العكس ايضا العمود الاول والعمود الرابع، راح اخلي النقطتين هذه معناتها كل الصفوف، ويا عمود الاول والعمود الرابع، وهنا خلي اقتباس بين بيناتهم. ممكن انا اختار حتى عناصر منفصله، مثل ما هنا حيكون الاول والثالث، الاول الصف الاول والصف الثالث، واختار الاول والرابع، من اجي اقاطعهم حيطلع لي عندي هنا اربعه عناصر فقط منفصله. زين، ممكن اسوي عمليات رياضيه مثل ديترماين، اعازه ديترماين حيعطيني ديترمينيشن مال هاي مصفوفه، او ممكن يعطيني الانفيرس مال مصفوفه، ممكن يعطيني الدايجونال، الدايجونال اللي هو القطر اللي هو المتوسط ما بين الاعلى واسفل المصفوفه بالنص، اللي هو 16 والعشرة والسبعة والواحد، بيعاز دايجونال واسم المصفوفه يطلع لي بس فقط الدايجونال هذا. زين، ممكن هنا اللينث، اللينث هنا راح يعطيني عدد، يعني حاول تحطه في بالك، اللينث هنا يعطيني عدد الاعمده. لو نشوف هنا البي، هنا صف واحد لكن كم عمود؟ عندي 8 أعمدة، راح يعطيني الأنسر مالتي 8، وهنا اللينث اي واللي هنا يمثل ايش كم عمود، حيكون 4. زين، ممكن نمبر اوف اليمنت، عايز نمبر اوف يعني ايش كم عنصر موجود بمصفوفه بي، وهنا هي عندي 8 عناصر، وهنا ايش كم نمبر اوف اليمنت بالمصفوفه اي، اللي حيكون 16 عنصر. السايز لا، السايز تعطينا ايش كم صف وايش كم عمود، فالسايز بي اللي حيكون صف واحد بثمان اعمده، والسايز اي اللي حيكون 4 في 4. ماكسيمم هنا اللي حيعطيني اكبر عدد بالمصفوفه بي، واللي هنا رقم 9. اما ماكس اي لا، راح يعطيني اكبر عدد بكل عمود، 16 بالعمود الاول، 15 بالعمود الثاني، 14 بالعمود الثالث، و13 بالعمود الرابع،
ولو ردت الماكس مالتهم همين حقول ماكس ماكس اي الماكس اي اللي حيعطيني 16 و15 و14 و13 اما الماكس ماكس اي اللي حيعطيني 16 الماكسيموم بالماتريكس اي. المينيموم هنا اللي حيوجدي اصغر رقم اللي هو هنا صفر بالمصفوفة بي، بينما بالمصفوفة اي اللي حيعطيني الاربعة والثلاثة والاثنين نفس الشيء، حيعطيني المينيموم بكل عمود، ومينيموم اي اللي حيعطيني المينيموم بيناتهم اللي هو رقم واحد. السورت هنا اللي حيرتب لي المصفوفة مالتي تصاعديا من الصفر الى حد رقم تسعة، اما ascending لا، هنا هي تشبه السورت بي والديسيندينج العكس. السورت بي ascending معناته هو يرتب تصاعديا والديسيندينج يرتب تنازليا. سورت اي او سورت اي 1 هنا احنا ذاك رتبناها ب بصوره يعني لاين لاين، لكن اذا اريد ارتبها عموديا راح اقول له سورت اي 1 او سورت اي 2. سورت اي 1 راح يكون مثل ما احنا رتبناها يعني تصاعديا 4 5 9 16، اما سورت اي 2 لا، راح يشتغل على الصفوف راح يكون 2 3 13 16، يعني هنا راح يرتب اعمده اما هنا راح يرتب صفوف. فالسورت اي او نفس سورت اي 1 يرتب اعمده، اما السورت اي 2 راح يرتب صفوف. سميشن هنا راح يعطي سميشن مع هذا الرصاف، بينما لا هنا راح يعطي لكل عمود سميشن مالته، واذا قلت سميشن سميشن راح يجمعهم بالنهايه. زين هنا راح يعطينا إعاز آخر اللي هو يعطي تراينجولر لور طلع لي اياه، وتراينجولر أبر راح يطلع لي الأبر ويصفر اللور. فاللور هنا تراينجولر لور اي راح يصفر الأعلى ويبقي الأسفل، أما تراينجولر أبر يو لا هنا يبقي الأعلى ويصفر الأسفل. الماجيك هنا يعطينا مصفوفة 3 في 3، لكن لو تجوا على الصف أو العمود هو يعطيك نفس الرقم، يعني ستجي مع 8 1 و 6 حيطلع لك ايش قد؟ راح يطلع 15، أو 8 3 8 حيكون نفس الشيء 15. الزيروز هنا يعطي مصفوفة 3 في 3 كلهم أصفار، زيروز 3 2 حيعطينا 3 صفوف بعمودين كلهم أصفار، أو وانز 3 في 3 حيعطيك مصفوفة 3 في 3 كل الوحدات. الراندوم هنا الراندوم راح يعطيني مصفوفة 2 في 2 لكن الأرقام عشوائية من الصفر إلى الواحد. الراندوم ممكن هم يعطيني 2 في 3 يعني صفين بثلاث أعمدة وأرقام بصورة عشوائية من الصفر إلى الواحد. أما الراندوم إن يعني حيعطيك مصفوفة 3 في 3 والآن يمثل الأرقام السالبة يعني مو فقط أرقام موجبة. المين هنا اللي حيجمع هاي الأرقام ويقسمها على عددها، أما هنا اللي حيجمع كل عمود ويقسمه على عدده، يعني حيجمع 16 والخمسة والتسعة والأربعة ويقسم على أربعة، يجمع الثلاثة والعشرة والستة والخمستاعش ويقسم على أربعة وهكذا. هنا الترانسبوز هنا البي يمثل هذا يقلب الصف الى عمود او العمود الى صف، الاي داش راح يقلب الصفوف بالعمل حتكون الصفوف حتكون اعمده والاعمده تكون صفوف، يعني 16 3 2 13 هي صف لحد تحول الى 16 3 2 13 عمود. هنا حيتعامل كمصفوفه، يعني هسه اللي حنجمع هسه نشوف الاي زائد دي راح يجمع الستعش ويا الاثنين والثلاثة ويا الاثنين والاثنين ويا الاثنين والثلاثعش ويا الاثنين، ستعش ويا الاثنين حيكون ناتج مجموعة 18،
أو الخمسة ويا اثنين راح يكون مالتي سبعة، أو التسعة ويا اثنين حيكون 11، والأربعة ويا اثنين حيكون 6، وهكذا حيتعامل صفوف يجمعوا وياه أعمدة أو من يضربهن. راح يكون هنا الصف في عمود 16 في 2 زائد 3 في 2 زائد 3 2 في 2 زائد 13 في 2 يكون مجموع 68. فحيكون الناتج مالتي عبارة عن صف أول في عمود أول. هنا أنا ممكن نضيف رقم 5 على كل عناصر مصفوفة رقم أي، أو ممكن هنا كل عنصر بالمصفوفة رقم أي يضربه في 3. زين، هنا أي مرفوعة إلى 2، يعني كأنه أنت قاعد تضرب بس أي في أي. خلي أي في أي واضرب صف في عمود، حيطلع لك 341 285 261 و269. ترى هنا حيتعامل بهالشكل، اي مرفوع على 2 حيتعامل كانه اي في اي، انتبه. بينما هنا اي نقطه مرفوعه على 2، شنو هنا؟ هنا كانه هاي النقطه راح يعامل المصفوفه عنصر عنصر، يعني كل عنصر من مصفوفه اي تربع صار مرفوع على 2. 16 تربيع 256، 3 تربيع 9، 2 تربيع. فانت من تشوف نقطة معناتها عنصر عنصر بالمصفوفة، من تشوف بدون نقطة معناتها لا، يتعامل كأنه مصفوفة كاملة. هاي كل ملاحظة كلش مهمة. شوف هسه حنشوف هنا نقطة مضروبة في دي، أي نقطة يعني عنصر عنصر حينضرب في دي. أجي هنا 16 في 2، 3 في 2، 2 في 2 و13 في 2. او هنا كل عنصر يقسم على دي، 16 على 2، 13 على 2 وهكذا. او هنا كل عنصر بالمصفوف اي مرفوع الى دي، يعني هسه 16 مرفوع على 2 و3 مرفوع على 2 وهكذا. يعني الفرق هنا كل نقطه معناته عنصر عنصر بالمصفوفه، اما اذا بدون نقطه لا حيتعامل كانه مصفوفه. سكوير روت يعني جذر، جذر الاي يعني جذر 16، جذر 3، جذر 2، جذر 13، جذر 5 وال10، كل ياخذ جذر وينزله سكوير روت. فليب اري هنا يعني اي قلب اي 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 صف اذا من اليمين الى اليسار او اليسار الى اليمين. شوف هسه هنا شات 5 6 8 9 1 3 2 3 2 0 صارت لا 0 2 3 1 9 8 6 5. فليب اي راح ياخذ عمود عمود، قلب ال 16 زد جوا، وال 4 صعد لي فوق، وهكذا 9 بدال ال 5 وقلب العمود. زين اذا اريد اقلب انا صفوف شلون؟ اقول له فليب ليفت تو رايت. هنا حيتعامل يقلب صفوف مثل ما نشوف هسه فليب left to right A، لأن هنا عندي آني صفوف أعمدة، راح استخدم هذا اللي حيجي ما يقلب الأعمدة حيقلب صفوف. إلى هنا تنتهي محاضرتنا وشرحنا للمحاضرة رقم 1. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نشرح لكم شلون نتعامل ويا الرسم وشلون ترسم. شكرا جزيلا.